هو الصوت كده كويس ولا كده؟ انا حاسس ان الصوت فيه مشكله. لا هو كده مظبوط كده ظبط كده كده انظبط. طب السلام عليكم. ليه جي ار بي اوبريشن يعني حبوا يقلدوا الاو اس بي اف شويه في الاوبريشنز بتاعته، بس يعني ايه الدنيا لذيذه يعني، فيه مش الاوبريشن بتاعته رسائل كتير شكل الاو اس بي اف، لا حاجات بسيطه ولذيذه. ايه بقى الاوبريشن بتاع الاي جي ار بي؟ الاي جي ار بي طبعا معروف ان هو بيعمل نيبر شيب زي الاو اس بي اف بالظبط، يعني له جدول بيحط فيه الجرام بتاعته زي الايه زي الاو اس بي اف بالظبط. فبالتالي هتلاقي اول رساله بيبعتها عشان يعمل نيبر شيب مين؟ الهالو. فهو الراوتر اهو اول ما بتشغله اي اي جي ار بي بيبتدي يبعت مين؟ يبعت حاجه اسمها الهالو، هالو باكيت اهو. بيقول للراجل انا ار 1 والهالو قلنا بتنبعت كل 10 ثواني كل 60 ثانيه. تمام. طيب لو ده التايمر بتاعها جبت على هالو هيرد عليه بهالو. شايفين هو هنا حاطط حته ذكيه جدا، يعني بيقول لك الهالو ممكن يجي بعدها ابديت. ده بيقول لك يعني خد بالك ان الهالو الثانيه دي مش اكنولج بتاع الهالو الاولانيه، لا لما التايمر يحصل له اكسباير ابقى ابعت لك هالو. هو انا ببعت هالو كل 10 ثواني، فلو انا يعني لسه في الثانيه العشرة وجالي الهالو بتاعتك مش هبعت لك هالو، لا ده انا هنتظر لما ال 10 ثواني يخلصوا وبعدين ابعت لك هالو. فاهمني كده؟ تمام تمام. طيب دي اول رساله. كل رساله ابديت هو بيرد عليها برساله اسمها ايه؟ اسمها اكنولج. اي ابديت بيرد عليه باكنولج اهو. طيب بعد ما بعت لك الشبكات اللي عندي وانت بعت لي الشبكات اللي عندك ورديت عليك باكنولج، تمام خلاص كده. المترك بقى بتاعتنا هو عكاك شويه. بيحسب المترك ازاي؟ في عنده معادلتين اتنين، معادلة كومبوزيت تمام وده سيمبل، يعني المعادلة اللي انت شايفينها دي سيمبل، هي دي غلطة هنا سيمبل فورميولا، وفي معادلة كومبوزيت اللي هي تحت دي. يعني المعادلة الأساسية بتاعته كي 1 في باند ويتس زي كي 2 في باند ويتس على 256 ناقص اللود زي كي 3 في الديلاي زي كي 5 على الريلابيلتي زائد كي 4 زائد ايه؟ كي 4. بس دي المعادله المركبه زي ما بيقولوا كده. طب المعادله الديفولت بتاعتنا ايه؟ كي 1 في باند ويتس زائد كي 3 في الديلاي وكل ده بضربه في 256. ليه بقى؟ ليه المعادله الديفولت دي؟ اصل احنا عندنا خمس كهات كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 كي 5. الديفولت بتاعهم ان كي 1 وكي 3 بوحايد وكي 2 وكي 4 وكي 5 بصفار. فهتلاقي كي 2 مضروب في اللود، مطير لك اللود دي ما عادش دي موجود. لما احط كي 2 بزيرو يبقى هيبقى زيرو على المقام وتحت لود، يبقى خلاص طارت كده. والكي 5 والكي 4 موجودين في الريلابيلتي فدول خلاص بزيرو. فالمعادلة الديفولت بتاعتنا كي 1 في باند ويت زائد كي 3 في الديلاي في 256. طب لو انا بقى عايز ادخل اللود في الموضوع خلاص خلي الكي 2 بواحد. طب عايز اخلي ادخل الريلابيلتي في الموضوع خلاص خلي الكي 4 وكي 5 بواحد. طب بنغيره ازاي؟ الكوماند اللي بيغير الكات اهو، بخش جوه الاي اي جي ار بي بكتب راوتر مسافه اي اي جي ار بي وبعدين 1 وبعدين مترك ويت تايب اوف سيرفيس تمام، دي اكتب فيها 7 ايا كان مش وقتها دلوقتي، وبعدين ادي له القيمه بتاع الكي 1 والقيمه بتاع الكي 2 والقيمه بتاع الكي 3 والقيمه بتاع الكي 4 والقيمه بتاع الكي 5. لو انا ما اديتهمش دي هي كي 1 وكي 3 بواحد وكي 2 وكي 4 وكي 5 بصفار. تمام. طيب الباند ويتس دي بقى بيحسبها ازاي؟ كنا في الاوس بي اف بنجمع الباند ويتس بتاع المسار صح كده، يعني كنا في بنجمع الباند ويتس بتاع المسار. هنا بقى لا،
هنا باخد اللوست باند ويت. هو الاي جي ار بي له قصه كده. يعني تصور كده لو انا طالع من 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 راوتر رايح لراوتر رايح لراوتر رايح لراوتر رايح لشبكه، فيقول لك والله ان كانت الباند ويت بتاع دي 1 ميجا وان كان الباند ويت بتاع ديت نص ميجا اهو نص ميجا، وان كان الباند ويت بتاع ديت 2 ميجا وكان الباند ويت بتاع دي 100 ميجا، فاحنا عندنا المسار ده كله هحسب له الباند ويت بتاعته نص ميجا. هو بياخد اقل باند ويت، وانا شايف ان كلام الراجل ده منطقي. تصور كده وانت في القاهره وطالع على الدايري وجيت في الحته بتاعه المحور دي، الدائري 6 حارات وفجاه بقى حارتين 2، ايه اللي حصل؟ دربكه وديلي ودينا بايظه. هو ده اللي حصل بالظبط، ان هو لما بيجي يحسب الباند ويت بيحسب اللوست باند ويت. ويعملها ازاي بقى؟ ويقول لك 10 اس 7 على الباند ويت بتاع اقل طريق بالكيلو بالبيت برسكت، مش بالكيلو بالبيت برسكت. خد بالك كان الاس بي اف كام؟ كان الاس بي اف كام؟ 10 اس 8. هنا 10 اس 7 الريفرنس باند ويت بتاعته هنا 10 اس 7، وبيحط الباند ويت اقل 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 باند ويت في المسار، يبقى ده الباند بتاع المسار كله. زائد الديلي، في الديلي بقى بيجمع كل انترفيس بتعمل ديلي ومحسوب من قبل كده. يعني معروف ان السيريال بيعمل ديلي بقد كده، ال100 ميجا بيعملوا ديلي بقد كده، بيجمع الديلي بتاع كل المسار بيجمع ويقسم على 10 ويقسم على 10، والديلي ده قيمته بالملي سكند، قيمته بالملي سكند، وبعدين يضرب في كي 1 اللي هو بواحد ويضرب في كي 3 اللي هو بواحد، والخارج بتاع ده كله يضربه في كام؟ في 256. ده المتريك بتاعته السيمبل خالص والديفولت اهو. يقول لك والله انا كي 1 في باند ويت، الباند ويت دي اللي هي كام؟ 10 اس 7 على اقل باند ويت. طيب زائد كي 3 في الديلي، الديلي دوت اللي هو مجموع الديليز على 10 وكله يضربوا في كام؟ في 256. تمام؟ طيب بيقول لي بقى لو عملت شو انترفيسز هيطلع لك كل القيم بتاع الانترفيس، الباند ويت بتاعتها قد ايه؟ الديلي قد ايه؟ الريلابيلتي قد ايه؟ اللود في السند قد ايه؟ واللود في الريسيف قد ايه؟ شو انترفيسز واسم الانترفيس. وطالما سيريال فالباند ويت بتاعتها الديفولت كام؟ 1.5 ميجا. الريلابيلتي معناها ايه؟ الاعتماديه على الطريق، وبتبقى كسر من 255 على 255، وكل ما كان هو 255 على 255 كان احسن. ليه؟ معناه ايه؟ ان هو انا بعت 255 باكت ما وقعش منهم ولا باكت، كلهم وصلوا، فالطريق ده يبقى اكثر اعتماديه، ما حصلش فيلير قبل كده فيه. طب اللود، اللود برضو بيبقى كسر على 255، بس ما كل ما يقل كل ما يبقى احسن، يعني 1 على 255 احسن من 255 على 255. تمام؟ طيب لو جينا هنا عايزين نغير الباند ويت بتاع مسار منهم هنعمل ايه؟ فاكرين الكوماند بتاع الباند ويت؟ كنت بخش جوه انترفيس واكتب له الباند ويت واديله القيمه بالكيلو. هو بعد كده هياخد القيمة ديت ويضربها في 1000 ويحطها في المقام، وبياخد أقل قيمة في المسار في الإكزيت. فالراجل هنا عمل إيه؟ 64 كيلو. فلو شفت المترك بتاع ده
هيبقى 10 أس 7 على 64 في 1000، لأنه بيبقى مخبي معاه في جيبه 1000. فجيه هنا غير القيمة بتاعت ده مثلا، وجيه هنا غير القيمة بتاعت ده. تمام. بيقول لك والله الديلي بقى، يعني انا كده خلصت الايه الباندويتس. طب الديلي قال لك والله الديلي بيبقى معروف من قبل كده ومحسوب بالايه بالمايكرو سكند، اسف يعني محسوب بالمايكرو سكند. تمام. واحنا بنجمعه ونقسمه على كام؟ على 10. والديلي معروف من قبل كده اهو، شايفين؟ يعني معروف ان الجيجا بتعمل ديلي 10 مايكرو سكند، الفاست بيعمل ديلي 100 مايكرو سكند، البورت الاف دي دي اي بيعمل ديلي 100 مايكرو سكند، السيريال بيعمل ديلي 20000 مايكرو سكند. بجمع الديلي بتاع كل الانترفيس على مستوى المسار واقسم على 10. فبيقول لي خد بالك احنا عندنا الباندويث 10 اس 7 على الباندويث، وانا لما باجي اخد الباندويث باخد السلوست باندويث. طب لما اجي اخد الديلي بجمع الديلي واقسم على 10، وده كله اضربه في كام؟ 256. ده بيسموه مترك. القيمه دي بتظهر فين؟ بتظهر هنا اهو. تمام. يبقى احنا عندنا المترك العاديه باندويتس وديلي. الكومبوزيت مترك ده السيمبل، برضه فينا غلطه اهي، ده السيمبل مترك. الكومبوزيت مترك بقى ايه؟ لا ده انا بضرب في كي 1 زائد كي 2 زائد كي 3 زائد كي 4 وادخل الديلي وادخل الريلابيلتي وادخل اللود وادخل الباندويتس. انما القيمه العاديه بتاعتنا باندويتس وايه؟ وديلي فقط. ها حد عنده مشاكل لحد الان؟ حد عنده مشاكل في المترك؟ لا تمام يا هندسه. ممكن تيجي اسئله عليها مثلا يدينا الكلام ده ونجيب احنا المترك. هيجي لك اسئله بيستخدم الديفولت مترك ايه، فتقول له باندويث وديلي. طب الباندويث اللي بيستخدمها هي مجموع الباندويث ولا اقل باندويث؟ فتقول له ايه اقل باندويث. طب القيمه بتاعه الباست 10 اس 8 ولا 10 اس 7؟ 10 اس 7. دي الاسئله اللي بتيجي. انما عد الباندويث ولا اعمل، لا طبعا مش مكانها خالص. تمام شكرا هندسه. تمام. طيب الاي اي جي ار بي بيقول لك هم عاملين فيه الجوريزم اسمه الديول. فسيسكو بتقول لك والله الديول ده الجوريزم ذكي جدا، ان هو بيختار لوب فري روتس، طرق خاليه من الروتس، ومش كده وبس، لا ده كمان بيختار لها كمان باك اب. هما بيقولوا كده، وعلشان كده هو سريع. ازاي سريع؟ بيقول لك كل طريق لو له اكتر من مسار بيحسب المترك بتاعتهم ويتاكد ان هما خاليين من اللوب الاول، وبعدين بيعمل جدولين، جدول اسمه الراوتينج تيبل وجدول اسمه التوبولوجي تيبل. يبقى هو عنده كم جدول لحد الان؟ جدولين هنا قدامنا اهو. هو في جدول تالت اسمه النيبور تيبل، بيحط فيه جرانو. انا بتكلم على الروت ده، بيحط فيه بس البيست روت، وده بيحط البيست روت والباك اب بتوعه. حلو. فلو البيست روت اللي موجود وقع بروح اخد احسن باك اب عندي واحطه عندي كبيست روت، فما بقعدش اعمل حساباتي من اول وجديد شكل الريب مثلا. انا بعمل حسابات مره واحده عشان اوفر وقت، بس كل طريق عندي بيبقى له باك اب. لو هو موجود في الرسمه له باك اب بيبقى له باك اب. انا بخزن الطريق لوحده احسن طريق في الراوتينج تيبل، والطريق بالباك اب بتوعه كل الطرق بخزنهم فين؟ في التوبولوجي تيبل. والطرق اللي موجوده في الراوتينج تيبل وفي التوبولوجي تيبل الدي والذكي بيجيبهم ان هم خاليين من اللوب، ما يعملوش لوب بعد كده. الطريق البيست روت
هو بيسميه سكسسور. بيسميه ايه؟ سكسسور. بيجي سؤال عليها في الامتحان. يعني ايه كلمة سكسسور؟ هو البيست روت. طب يعني الباك اب يعني ايه؟ هو بيسمي الباك اب فيزابل سكسسور. لو عايز تكتب معايا الحتة دي اكتب، يبقى الرو البيست روت اسمه سكسسور. طيب الباك اب بتاعه بيسموه ايه؟ فيزابل سكسسور. يبقى السكسسور ده احسن طريقة عندي، بيسموه بيحطوه جوه جوه الراوتنج تيبل. هو الاي جي ار بي بيسموه بيسميه سكسسور، ماشي. طب الباك اب بتوع السكسسور اسمهم ايه؟ اسمهم فيزابل سكسسور. يعني الراوتنج تيبل بيحتوي على السكسسور بس، وده سؤال جاي في الامتحان. التوبولوجي تيبل بيحتوي على السكسسور والفيزابل سكسسور. طيب المتريك بتاع السكسسور بنسميها ايه؟ المتريك بتاع السكسسور اللي احسن متريك عندي هو بيسميها فيزابيلتي ايه؟ فيزابل ديستنس. يا دي النيله، فيزابل ديستنس، هذا تالت تعريف. يبقى الفيزابل ديستنس ده اللي هو المين؟ المتريك بتاع السكسسور. يبقى المتريك بتاع السكسسور بقول عليه ايه؟ فيزابل ديستنس. يعني ايه الفيزابل ديستنس؟ الفيزابل ديستنس هو المتريك بتاع احسن طريق. طب السكسسور هو احسن طريق. طب الباك اب بتاع السكسسور اسمه ايه؟ اسمه فيزابل سكسسور. تمام، دول تلات تعريفات خلاص خدناهم. تعالى بقى نشوف الديوال شغال ازاي. تصور كده لو عندك ادا راوتر ودا راوتر ودا راوتر وده راوتر، ودي الشبكة اللي احنا عايزين نروح لها. فالديوال بيشتغل عنده كم طريق هنا على الراوتر ده؟ عنده طريقين، لما يطلع من S0 لما يطلع من S1. حسب المترك بتاع S0 حد ما وصل للشبكة طلع عنده ب10. حسب المترك من عند S1 لحد ما وصل للشبكة طلع ب15. فيبقى S0 ايه؟ سكسسور. هياخده يحطه فين؟ في الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل، حلو كده؟ لانه اقل مترك. طيب S0 ده المترك بتاعته اللي هي مين؟ الفيزابل كونديشن، الفيزابل ديستنس، اللي هي مين هنا؟ اللي هي العشرة. عشر. هيحطها برضو مع السكسسور جوه الراوتنج تيبل، لان المترك بتاع الطريق بينحط جوه الراوتنج تيبل بعد البريورتي في القوس لو انتوا فاكرين اهو. هنا بيتحط الادمن ديستنس وهنا بيتحط المترك. S1 خلاص هيبقى الباك اب، هيبقى حاجه اسمها الايه؟ الفيزابل سكسسور. بس هو ما ياخدوش فيزابل سكسسور، ما ياخدوش باك اب الا اذا unless met the visibility condition. ايه بقى الفيزابيلتي كونديشن؟ معادله بيطبقها على الطريق الباك اب علشان يتاكد ان مفهوش لوب. تاني، الطريق اللي تحت دوت المفروض ان هو باك اب، فهو الديول ما بياخدوش يحطه على طول في التوبولوجي تيبل باك اب، الا لازم يحقق المعادله، يكون في شويه خصائص كده. الخصائص دي اسمها فيزابيلتي كونديشن FC. ايه بقى المعادلة؟ بيقول لك والله من الطريق الباك اب اللي تحت ده، شايفينه؟ اهو من اول الراوتر اللي بعدي، من اول جاري، لو المترك من عند جاري لحد الشبكة اللي انا رايح لها اقل من المترك الكويسة بتاعتي ينفع يكون باك اب. يعني المترك لو من اول R2 ده هو لحد الشبكة ب8 خلاص الطريق ده باك اب. طب لو حسبت من اول جار لحد الشبكة طلعت ب12 ده الطريق ده طويل قوي، ما ينفعش يكون باك اب. المترك بتاع جاري دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها الريبورتد ديستنس، المترك اللي جالي من جاري.
لو الريبورت ديستانس اقل من الفيزابل ديستانس بتاعتي فالطريق ينفع يكون بقب. يعني لو المترك من ار 2 لحد الشبكه اللي انت رايح لها 8 يعني اقل من 10 ينفع يكون بقب. طب لو جيت حسبت من عند ار 2 لحد الشبكه تلعب ب 12 لا ده احتمال يكون الطريق ده لافف واخد المترك بتاعتي في السكه، ده احتمال يكون الطريق دوت معدي على الطريق نفسه فما ينفعش. فهو بيقول كده فلازم الطريق البقب يحقق المعادله دي، بيسموها في الكتب ريبورت ديستانس وبعض الكتب بيسموها ادفرتايزمنت ديستانس. اهو هتفرق معاك في حاجه ولا اي حاجه؟ لا اما ار دي لا اما اي دي، بس هي سيسكو بيسميها ار دي، في الكتب اللي هي نان سيسكو بيسموها اي دي. لو هو الطريق حقق الشرط ده ناخد الاس 0 والاس 1 نحطهم فين؟ في التوبولوجي تيبل. طب الطريق ده فعلا ما كانش فيه بقب، ما كانش فيه لوب، بس هو طريق طويل وما حققش المعادله، هياخده يحطه في التوبولوجي تيبل؟ لا، هينتظر لما ده يقع يعمل حساباته، ما يلاقيش قدامه غير ده فياخده برضه. اصل ده سؤال جاي في الامتحان يقول لك تصور ان في طريق بقب موجود بس هو كان ضايل اب وما فيهوش لوب بس هو ضايل اب، للاسف لما جينا نحقق نعمل الشرط بتاع المعادله طلع لي رقم كبير قوي عن مين؟ عن الدس عن الفيزابل ديستانس بتاعتي. كده انا مش هاخده بقب؟ لا مش هيتاخد بقب، بس الديول مش هيحطه في التوبولوجي تيبل الا لما البيست روت يقع، الا لما السكسسور يقع، وبعدين يعمل هو حساباته تاني من اول وجديد، فما لقيش طرق قدامه غيره فياخده، بس طبعا هيبقى فيه ديلي شوية. لو حد عنده أي سؤال في القصة دي يقول. تمام إن شاء الله. تمام إن شاء الله. أبو مريم. تمام. نمت ولا إيه؟ لا لا معاك، هي ربنا يسهل خلاص قبل الشتاء ان شاء الله، يعني اصل كل ما الشتاء بيخش بحس الناس بتنام معايا في النص يغفل كده الواحد. لا لا معاك. تمام انا ذات نفسي بحقيقة عايز انام في النص. طيب ده السكسسور اهوت، خلاص اتفقنا السكسسور هو احسن طريق عندنا، ده السكسسور وده بنحط جوه الراوتنج تيبل، ده احسن مترك بنسميها فيزابل ديستانس. الطريق الثاني باك اب بنسميه فيزابل سكسسور او الباك اب، ده ما ينفعش اخده باك اب الا ما اتاكد ان هو لوب فري خالي من اللوب. ازاي اتاكد؟ لازم احقق معادله اسمها الفيزابيلتي كونديشن، بتقول من الراوتر جاري لحد الديستنيشن لحد الشبكه اللي انت رايح لها اللي هي الريبورتد ديستانس، لو اقل من الفيزابل ديستانس ينفع يكون بقب، طب لو طلعت اكبر ما ينفعش يكون بقب. عندنا جدولين، الراوتنج تيبل والتوبولوجي تيبل. الراوتنج تيبل بيبقى فيه السكسسور بس، التوبولوجي تيبل بيبقى فيه كل سكسسور والفيزابل سكسسور بتوعه. تعالى كده نشوف، بيقول لك انا عندي الديول ده بيجيب احسن طريق، بيجيب لك طرق خاليه من اللوب. ففي عندنا حاجه اسمها السكسسور اللي هو احسن طريق، الفيزابل سكسسور اللي هو الباك اب، الريبورت ديستانس اللي هي المترك من اول جاري، الفيزابل ديستانس اللي هي المترك بتاعتي. تمام، ادي دي ولا اهو. ممكن على فكره نعملها عملي اهو، فين الشبكه؟ ادي الادفانس ده اهو، هنعمل طريق بقب تحت اهو.
وهنيجي هنا على الراوتر هنعمل ايه؟ هنحط اي بي للسيريال 0 على 2 على 1 دي. هنيجي على الناحية التانية نعمل نفس الكلام اهو. حضرتك عملتها 37 يا هندسة. 237 صح؟ ولا 37 بس؟ 36 يبقى 37 ربع. سبعة تمام مظبوط مظبوط انا اسف مظبوط انا اسف. حلو. 209 165 دوت 200 دوت 238 وايه الماسك بتاعها اهو اون فبدات تنور اهي. نشغل اي اي جي ار بي بقى نشوف هو شغال ولا لا اساسا الاول. هنقول له شو اي بي اي بروتوكول. ثواني نشغله بسرعه. كونف تي راوتر اي اي جي ار بي 1 نو اوتو سامري اهو. النتورك بتاعتنا 172 16 1 0. النتورك الثانيه 2 0. النتورك اللي فوق 209 165 200 228. النتورك اللي تحت كام؟ 236. دي ما فيهاش سب ماسك. ايه؟ ما فيهاش سب نيتنج الشبكه بس. لو انت عايز تعمل سب نت ماسك اكتب، لو انت عايز تعمل ويل كارد ماسك اكتب. فالاي جي ار بي ما عندوش مشكله تكتب بالسب نت ماسك، تكتب بالوايل كارد ماسك، ما تكتبش خالص هو ما عندوش مشكله. طيب عايزين ايه؟ عايزين نعمل دي اخرى اهو. فنيجي نعمل ايه؟ انيبل كونف تي تمام راوتر اي اي جي ار بي 1 نو اوتو سامري. النتورك بتاعتنا 10 1 1 0. النتورك الثانيه 209 165 200 228. النتورك اللي بعديها 236 وشكرا على كده. نروح للراوتر ده ونعمل ايه؟ exit router ERGRP1 no auto summary. النتورك بتاعتنا 172 16 100 0 و 200 0 و 209 165 200 دوت 236 و 232. انا كده خلصت اهو. تعال نحط جهاز كده وتعال نحط الجهاز هنا. اوكي اهو. تعالى كده بقى ايه نحط اي بي للجهاز ده. هنحط 172 16 1 2 اهو. والجيت واي هتبقى كام؟ 1 1. طب دوت 102 طيب والجيت واي كام؟ 101. ونشغل كده اهو ونقول سيميوليشن ونشوف الباكت هتمشي من فوق ولا من تحت اهو. من تحت المفروض تمشي من تحت لانه هيبقى ايه احسن في الباند ويتس لان فوق هتعدي على 2 واحسن في الديلي. يعني هو الباند ويتس مش تفرق خد بالك لان هو كده كده بياخد اقل باند ويتس. فهنا انت عندك السيريال بواحد ونص فيحسب على واحد ونص انما الديلي هيبقى فيه ديلي في السيريال وديلي في الفاست. فوق هياخد واحد ونص برضه لان هو ما عندوش اقل واحده واحد ونص. الاثنين سيريال اهو في واحد ونص فهياخد واحد ونص فكده الباند ويس مش تفرق معاه لا تحت ولا فوق. بس الديلي هنا هيجي يعدي على واحد اتنين تلاته فهيجمع تلاته ديلي انما تحت هيجمع كام ديلي؟ واحد اتنين بس
اتنين السيريال والايه والفاصل. هو فعلا اوريدي خد تحت اهو وهو ماشي اهو اهو بص كده. طب انا بقى لو عايزه ياخد فوق نعمل ايه؟ نعلي الباندويث بتاع اللي فوق او نقلل الباندويث بتاع اللي تحت اهو. خش على السيريال 0 على 2 على 0 ده لو انت عايزه يطلع من فوق اهو. واقول له ايه؟ اكزيت انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 باندويث هخليها مثلا ايه انت بالكيلو، فانت انا عايز 20 ميجا يبقى 20 واضرب في 1000 اهو كده بقت 20 ميجا اللي فوق دي. بس لو انت سكت على كده ولا كانك عملت حاجه. ليه؟ لان لسه في عندك واحد ونص اهو، هو بياخد اقل واحده فيهم في المسار كله. يعني لو جيت جربت كده جي من هنا هتلاقيها برضو بتنزل تحت اهو اهو شايف ماشي تحت ايه، ولا كانك عملت حاجه. هو انت عليت واحده بس لسه الثانيه زي ما هي واحد ونص، فهيعمل حساباته برضو على واحد ونص، وهيعمل تحت حساباته على واحد ونص في الباندويت، بس فوق هيجمع 3 ديلي وتحت هيجمع 2 ديلي. فلو عايز الحته بتاع الباندويت تفرق معاك اطلع فوق هنا وخلي دي 20 نخر 20 ميجا اهو. اكزيت انترفيس سيريال 0 على 2 على ايه؟ على 1 باندويت 20 بس كده 20 كيلو اضرب في 1000 بقت ايه؟ بالكيلو اهي. بص بقى كده ابعت بقى من هنا لهنا اهو دوس راح طلعت فوق اهي. طبعا انت كده خيرت في الاب زي ما قلنا قبل كده في الاوز بيف، انما هو يرجع انت ما غيرتش هيرجع تاني من تحت بالظبط كده. لو جيت بصيت بصه بقى دلوقتي على الجدول فتلاقي ايه؟ لو عملت الشو اي بي روت اي اي جي ار بي، انا عايز بس الطرق بتاع الاي اي جي ار بي، فهتلاقي ايه؟ هتلاقي شبكه 172 16 100 اللي احنا بنتكلم عليها احسن طريق اللي هو 1,154 ده المترك بتاعته، وبيطلع من السيريال 0 على 2 على 0 اللي هي طالعه لفوق. طب لو عايز اشوف الباك اب هل خدوا باك اب ولا لا، فاعمل شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي اهو. فين الشبكة يا سيدي؟ ادى المية اهي لها وان سكسسور اي نعم، لان الطريق اللي فوق كان المترك بتاعته 1,000,000، المترك اللي تحت المترك بتاعه 2,000,000، بس اكملنا الريبورت الديستنس في الطريق اللي تحت اقل من بتاعتي، اتاخد باك اب اهو شايف، واخده باك اب اهو محطوط اهو في التبولوجي تيبل اهو. ايه الريبورت الديستنس دي؟ الريبورت الديستنس دي لو انا بتكلم هنا لو انا بتكلم هنا هتلاقيني الطريق انا واقف هنا اهو، المتر بتاع الطريق ده كله. طب الريبورتد من اول جاري اللي هي الحته دي اقل من الحته اللي فوق كلها فعلا، فمنفع ان هو خده باك اب من اول اللي بعدي، بحسب من اول اللي بقى الراجل اللي بعده بيقول لي المترك بتاع شبكه 100 دي اكس واي زد، فلو لقيتها اقل من اللي فوق بتحت اللي انا واخدها كويسه ينفع يكون باك اب. الديول لما يبقى حاطط لك بي معناها ان خلاص عمل حساباته للشبكه دي وخلص، بي يعني باسيف. حرف البي ده جاي في الامتحان ايه ويقول لك معناه ايه؟ اكتف، يعني الديول لسه شغال لسه بيعمل حساباته لسه ما جابش الباك اب ولسه ما حددش مين احسن طريق. فالبي ده ممكن يكون بي او اي، بي يعني باسيف، اي يعني اكتف. تمام، يبقى انا كده خدت كام تيبل؟ 3. شو اي بي روت ده بيجيب لك الراوتنج تيبل، شو اي بي توبولوجي بيجيب لك السكسسور وايه والفيزابل سكسسور، شو اي بي اي اي جي ار بي نيبر بيجيب لك الجيران، الراوترات جيرانك. يبقى انا كده عندي كام تيبل؟ 3 تيبل.
حلو الكلام؟ حد عنده تمام. أي استفسار؟ ممكن سؤال هندسة؟ اتفضل يا حبيبي. ربنا يخليك. هو حضرتك في هنا رقمين جايين ورا بعض، الاتنين عاملين زي المتريك كده، هو فين؟ ليه جايب رقمين؟ فين؟ دول؟ لا، اللي فوق بين القوسين دول اللي هو 1,500,000 وبعدها أربعة اللي هم ستة. دول صح كده؟ ايه دول؟ اه ايه دول؟ بالظبط. ايه دول؟ مش كل راوتر جنبي بيبعت لي المتريك بتاعته؟ فانا الراجل ده تمام. اهو، انا دي كلها مليون، الحته اللي فوق دي كلها مليون، من اول هنا من اول جاري لحد الشبكه اللي انا رايح لها 64000، اللي هو ده. يعني ده الاولاني، ده الاجمالي كله، الاجمالي والتانية دي كله اللي هي التاني من اول جارك، من اول جارك اللي بعدك. اللي هي ريبورت الديستانس اللي احنا قلنا عليه. ايوه، بس الريبورت دي انا بسميها في طريق الباك اب، دي بقى في طريق البيست. تمام يعني لو تمام دخلت هنا اهو وبصيت على المتر بتاع الراجل ده هيلاقي 64 اهي اهي. شو اي بي روت ادى ال 100 اهي بكام؟ اه ب 64 فعلا. صح. تمام. فالراجل ده بيبعت لي المتر بتاعته وانا لا احسب لا عليها الحته بتاعتي ويبقى دي المتر بتاعتي، والراجل اللي تحت برضه بيبعت لي المتر بتاعته وانا احسب عليها الحته بتاعتي ويبقى دي المتريك بتاعتي، وقارن المتريك اللي فوق والمتريك اللي تحت، الاقل بقى ده الفيزابل ديستانس بتاعتي. طب والتاني اخده باك اب لو بتاعته اقل من كل اللي فوق، ينفع باك اب؟ تمام كده؟ حلو لا الكلام؟ تمام يا دكتور. تمام طيب نقفل وافتح تاني عشان البرنامج هيفصل، خلاص؟ تمام.